الله يربحنا منكم والله يربحكم منا. آمين يا رب العالمين. آمين شيخ. حي راهي عند النية. اللي عندها النية يربح. ونعطيك معنى على النية وش كاغي في تسيمانة. قولي شيخ. في تسيمانة جاوا الحجاج من مكة. واه. واحد جا غاني من الحج رايح إلى وحدين بيقول له بركة بصح هما ماش رايحين بخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بخاطر الشعب. رايحين منين هو غاني. واه. منين قربوا لدارها صابوا قيطون. القيطون ماهوش تاعه، تاع واحد خارج من الحبس. منين طلوا ما يعرفوش اللي يسمعوا به. طلوا بالقيطون صابوا داير شاشيه بيضاء وعبايه. حسبوه هو اللي جاي من مكه. قالوا له بالبركه عليه. قال لهم الله يسلمكم. قالوا له هذيك الرحبه اللي قلت فيها له لا يحرم منها مؤمن. شادي الله يرحمه والله يرحم الشهداء. شكون؟ شادي الله يرحمه والله يرحم الشهداء. الله يرحمه. داروا في جامع وداروا فوق الاعلام تاع الجزائر وقعدوا الرياص يجونا يعزونا في شادي الله يرحمه والله يرحم الشهداء والله يرحم كاع الموتى ان شاء الله. امين يا رب العالمين. يوروك يجي للجزائر وحط ديك الحجر الاساسي ودار السيما. يوروك يروح مستغاليم كيروح الوهران وحط هذيك الحجر الاساسي ودار السيما وحل واحد الشرميطه هاك تحتها كتبه يصفقوا. وما تشوفوا ما قالت لي ماسو شاد لي كان يخدم ماسو. قلت لها لا هذاك رايس وديك الرحمه ما يديروا فيها بلديه. جبت هذه القصيده على نحو العموميه. ورسمت لي هذو الحضار ونعيدكم دول الاخبار هم يقروا في اخبار داروا قالوا نحو العموميه. نحو الاميه هذه اسمها؟ نحو الاميه. قالوا لي جيبوا بويك يقرا في رحبه ولدك ومن غد فاني يجيبوا امك نعلمهم العربيه. هما وبوي اخبار حزينين في الدار. مرتي قعد وجهها احمر قالت لي ديهم عليا. نوط ديتهم اللي يكونوا وقعدت معاهم مغبون وما دارت القردون وبوي ديال الشاشيه. ربع شهور حفظوا لي ليف راهم يقروا كيف يقروا في المشتى والصيف وفي دي نحو العميه. وبوي عنده 90 وما فايته 80 قالوا نقروا ربع سنين نروحوا للثانويه. وبوي يمشي محني قال لي شرطه بالبنير بدا هو ودني وامك هربت عليا. هذا الراي اللي داروه اللي حفروه يا مسر دموه لي واللي دار وهي قصيده طويله. انا قصيتها انا غنيها بالقصبه. شيخ. وحنا يا شعراء الشاعر هذا لازم لا يكون ماهوش كذاب. شيخ. ويكون ماهوش خاين. كاين شيخ. ويكون يصلي ويكون كريم حتى اللي ماهوش كريم يعلموه الغاشيه عرضوه. شيخ. يفرق. شفت لي فالور تاع الريف خويا؟ شفت لي فالور تاع الريف؟ شيخ حنا كاينه واحد 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 القصيده. قول معايا يا شيخ بالك انا تاني راني شيخ كادر. يا شيخ قول يا شيخ قول شيخ معايا قول. كان هاني ساكن برا وشياه وعنده بقرة نظل هوك قد الهضرة نظل حل الفيلة باع شياه وباع البقرة وراح تتفرج يا حواجة وكذا سكنا في الباطنة يا وخفير وكاسة ديمة يا عجبتها مرتها زينة يا صبح تشكر بالجيران يا اخي سكن ثم ثلاث اشهر يا مرقد قاعدة تدور يا صبغ ذاك الراس اصفر يا ولات وبدالت لمسانة يا ناظر ضربة كل كويرة يا غبناتا كيفاش يديرة يا غلي اهدر تغدال الميرة كاشف نادى الثعبان واني كملت المالية صمت عليه مول الكرية قال تعطيني 800 وزيد من ترحت البيبال غد واجهت اللي جيا فالخلاص طيت عليا قالوا جا من البلدية وخلص ناظر وقيا طحان يا لزاد دخلت يريفون صوني يرفد شكون قال له انا يا ميموطة اثني خير هاد العنوان صاب روحه شي مزلح في المدينة كيف نربح انا نولي ونسلح والمرايا صبح الزعفان كيف نولي برا بعت الشياه وبعت البقرة غير بدل هذا الهضرة خضيتنا يا واحد الجيعان فاتنو راح وخلاها خمس وليدات معاها كيس ما ابوها موجاها خرجوا له والصحيبة خرجت وجابت ورقة دار الشرع ما فيها شفقة
دخلوه على النفقة وما أسرى لهذه الحسان دخلاته مدة عامين ما خرج حتى للعلفين صابها سكنة مسرقين عقب ليها كعبيتان كان هاني وساكن برا صالحين والدائمة والقرآن كذبوا بالصالحين وكذبوا بالقرآن صرا النهاك لخطر شيء الإيمة هذولا ما يصلوا بينا كان خير منكم وخير منا دارهم ربي في رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واحد ما جاره إمام قال ولدي حل علي نقرأ على أبويك قال له روح الإمام روح رانا دايرين سيدي فيه القرآن روح قعد ساعة وجا قال له روح غسله قال له دي الله فاز قال له دي مي غسل كمية قالوا له الإيمة الله يحفظه إن شاء الله وما كانش مدينة وما كانش محاضر وإحنا كامل خاوة الجزائر كامل خاوة والدليل أنه الحصة تاعنا تجمع ديما بيناتهم كما الشيخ اليوم معنا هواري إحنا كامل خاوة وإن شاء الله تدوم المحبة بينا دي جرانا تيارت وهران بالعباس عنابة نديروا حلقات تنوع تزم الزو نديروا حلقات ونطلبوا ربي للجزائر آمين يا رب العالمين إن شاء الله والله راني نهدر على نفسي يا ربي انتك شاهد عليا يا لا عندي هذا واحد من وهران ولا من زير ولا من مشيوم عندي كاع الناس خاوت لا غاتي شي كسرتي جات مع الغاشي شحال اللي تخسر مع الغاشي والشركه والنسوبيه والجار حنا ما عندك على الناس اللي ما انا شاركين هما ينحضروا معاهم في الحفلات وفي الوعادي وفي العناس كاع نحبهم بارك الله فيك الكلمه اللي قالها ما قريتو حنا في وقت الشده كنوا كاع في رحبه لهذا المشكله واحد الثقه يتهرلوا في هذا نعطيهم معنى على هذه الدنيا قال واحد غاني عنده الدراهم بزاف وخاف من الموت مين يسمعوا بواحد مات يقلع اللوطو ما يروحش يعزي ويريس خسي به مات خايف من الموت عنده مفتاح يبلع اللوطو بعيد يدير لها كيما هاك دير ديك اللوطو واه واه تندي الضو ويجي يجري السلام عليكم كي راكم يقول لها ادخل الرياح يقول لهم لا جيت نسقسي كيفاه مات يقول لها مات بلا طاسيو نروح للطبيب فوت لي على راسي يا بنك يقول لها الطبيب راك بخير يقعد ربع ايام ويموت الاخر يعزي به مات يقول لها ادخل يقول لهم لا عندي صوالح به مات يقول له بالقلب يروح للطبيب تاع القلب فوت لي على قلب قالوا له طب راك بخير ما فيك شفت هذا تاع مرض قعد خمس ايام ومات واحد راه عزيز قال له ماذا به مات قالوا له كان غير راقد تصبح ميت قاعد يشوف اسمه قال له هرب هم ما نرقدوش وراك الله يجيب لنا محبه ان شاء الله الريف تاع بلادنا يخدموا يكون التنميه الريفيه والريف تاعنا يتطور شو هذا بالريف شو هذا عروبيه واللي وكل الشهداء من العربية كاينة والعربي سن مرته وابنته والطلبة من العربية ورجال الله الصالحين دائما في العربية والزوي في العربية وهذه الفلاحة تدخلنا عند العربية الزيتون والبطاطا والطوماطس كاينة شيخ كاينة